وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية. مساء الخير سيد خالد. بداية طبعا الجولة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى عدد من الدول الخليجية الشقيقة، كيف تقرأ أبعاد ودلالات هذه الزيارة في بعدها طبعا الأخوي والتاريخي؟ أولا الملك سلمان دائما هو موضع تقدير من جميع زعماء أصحاب الجلالة والسمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودائما الرياض هي يعني ملتقى الدائم من خلال الزيارات المتكررة لأصحاب السمو أمراء البحرين وقطر والإمارات والكويت. وأتصور أن الملك سلمان حرص في هذه الزيارة غير المسبوقة بأن يزور في فترة زمنية متزامنة لهذه الدول والالتقاء بأصحاب السمو وأصحاب الجلالة وأيضا بالشعب في كل من هذه الدول. وهذه تحية تقدير ووفاء من الملك سلمان لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولشعوب هذه الدول لما أبدوه من تعاطف خلال الفترة الزمنية الماضية عندما توفي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأيضا عندما بويع الملك سلمان ملكا للمملكة العربية السعودية. في الأولى كانوا يعزون وفي الثانية كانوا يهنون ويتمنون ويدعون بالتوفيق لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. الشيء الآخر هو أن هذه الزيارات تسبق انعقاد القمة الخليجية في البحرين، ولا بد أنه بحث مع القادة قبل انعقاد المؤتمر مجمل القضايا التي تهم دول المنطقة، دول مجلس التعاون تحديدا، وتوصل معهم إلى رؤى مشتركة سهلت التوصل في فترة زمنية قصيرة خلال انعقاد المؤتمر للوصول إلى النتائج التي أعلن عنها. نعم. هناك موضوع مهم أيضا في تصوري أنه كان موضع الحديث والتثمين من خادم الحرمين الشريفين لهذه الدول لقادتها ولشعوبها على موقفهم من الأحداث في اليمن والاعتداءات المتكررة من الحوثيين والمخلوق علي عبد الله صالح، وأيضا من خلال الإصرار على أن تكون الشرعية هي التي تحكم اليمن وليس بالانقلابات. نعم. وليس بالتسلط كما يحدث الآن. نعم. الشيء الآخر والمهم في هذه الزيارة أنها مراجعة لكل ما تم التوصل إليه في الماضي والعودة إلى سياسة التفعيل بالنسبة للقرارات السابقة والبحث عن أيضا فرص جديدة لمزيد من التعاون بين دول المجلس والمملكة. هناك طبعا علاقات تجمع المملكة بهذه الدول، علاقات ثنائية. نعم. وفي كل دولة هناك قواسم مشتركة، وهناك قواسم مشتركة على مستوى المجموعة من خلال مجلس التعاون. وبالنسبة للأشياء التي يمكن أن نتصور أنه تم بحثها، هناك قضايا اقتصادية، هناك قضايا أمنية، وهناك قضايا سياسية. نعم. الإرهاب طبعا يتصدر كل هذه المباحثات بحكم أنه يعني تتأذى منه دول مجلس. نعم. التعاون دون استثناء. نعم. الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية، شكرا جزيلا لك.